حي بوكاب. حي بوكاب هذا في نصف كيب تاون، أغلبية الحي مسلمين وأكثرهم وجلهم. يمتاز الحي بالبيوت الملونة هذه، طبعا الشغلة مية عشوائية، يجتمعون في يوم بالسنة ويحددون ألوان المباني. السلام عليكم. يحددون ألوان المباني، وحتى واجهات البيوت هذه أصبحت من التراث، فما يحق لأي شخص مثلا حتى لو كان بيته أن يعدل فيه، خلاص أصبح تراث من الأماكن السياحية التي يزورها السياح. وفيه تقريبا يمكن حوالي 10 مساجد، مع أنها منطقة صغيرة مي كبيرة. هذا أحد مساجد بوكاب. السلام عليكم. ما شاء الله زي ما أنتم شايفين عندهم الطواق يعني شيء أساسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألوان جدا زاهية. قريت بدنتن فيه مبنى أزرق بأبيض عبارة عن مدرسة شرعية، وصلتها وزرتها قبل شوي. المبنى عبارة عن مدرسة مصغرة فصل واحد تستقبل الطلاب بعد المدرسة الحكومية، كل ساعة تستقبل 15 طالب يدرسون فيها قرآن ولغة عربية وبعض العلوم الشرعية.